اهلا بيكم في المطبخ ست البيت، كل سنه وانتم طيبين. النهارده في حلقه جديده رمضانيه. انا قعدت افكر اجيب لكم النهارده وصفات منين. فابتديت افكر في رمضان كرمضان احنا بنعمل فيه ايه. طبعا احنا بنفكر في ربنا وبنصوم، واكتر حاجه بنعمل ايه؟ بنتفرج في التلفزيون، صح؟ يعني احنا بنتفرج على ايه؟ طبعا على قناه ست البيت، مفيش غيرها، صح؟ لا، في كمان حاجه احنا بنتفرج عليها، بنتفرج على مسلسلات، صح؟ ففي مسلسل معين الحريم سلطان، ده مشهور جدا، كلنا بنحبه، انا كمان بحبه بس ما بقدرش اشوفه على طول. لكن النهارده انا قررت اعمل وصفات النهارده من عيام السلطان من تركيا، تمام؟ فالاول احنا هنعمل الرز مع لحمه او مع فراخ برده من عيام السلطان عشان نبتدي في الوصفه. احنا هنفتح النار تحت الحلة وهنحط فيها شوية زبدة، هنسيح شوية زبدة شوية حلوين كده هوت، تمام؟ اهي في الزبدة دي، اول ما هي تسيح معانا احنا ممكن على فكرة نزود شوية زيت عشان الزبدة مش عايزينها تتحرق معانا، تمام؟ فاحنا هناخد زبده هنسيحها في الحله، وبعد كده هنحط فيها الفراخ. انا النهارده قررت اعمل الرز ده مع الفراخ، بس ممكن احنا بنعمله باللحمه، هتكون برده طعمه حلو جدا. في الطاسه الثانيه برده هنسخنها، احنا هنبتدي نعمل الحشو للتفاح. النهارده هنعمل تفاح مشوي، يعني دي حاجه برده نادره جدا، يعني انا لقيت الوصفتين بس موجودين في كل الكتب اللي معايا، في كل الوصفات اللي معايا دلوقتي، واحده من شراس واحده من تركيا، يعني هما متشابهين شويه بس يعني في حاجات مختلفه فيهم كمان. فانا النهارده عامل برده الوصفه دي برده من تركيا من ايام السلطان. فعشان نعمل وصفه التفاح محشي اللحمه، احنا هناخد بصلايه واحده هنحطها في الزيت عشان نحمرها. عندي هنا الزبده كده ساحت، فاحنا هناخد الفراخ وهنحط الفراخ في الطاسة كده هوت، وهنخلي الفراخ تتحمر في الزبدة. في الحلة التانية عندي البصل، فاحنا هنحمره مع شوية فلفل اسود وشوية قرفة، تمام؟ كمان مع البصل بتاعتنا اول ما يتحمر شوية احنا هناخد الصنوبر، تمام؟ برضو ده حاجة معروفة جدا في البلاد العربية، احنا بنحط مكسرات كتير، يعني فمثلا في روسيا احنا عندنا صنوبر بس هو شكله مختلف شويه، تمام؟ ففي الوصفه دي احنا هنستخدم صنوبر، انا قعدته صغير شويه عشان هو طويل عندنا، لكن في روسيا زي ما انا بقول لكم الصنوبر عندنا يعني مكبب كده صغنطر، تمام؟ هنحط الصنوبر على البصل وهنشوحه كده هوت. الريحه بتاعت القرفه جميله 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 جميله. كمان غير البصل احنا طبعا هناخد اللحمه، هناخد مثلا كوب لحمه، مش هنحتاج اكتر من كده، هندي اللحمه بتاعتنا تعليبه كده هوت.
نحلي لحمة تستوي النار. عندي الفريخ بتتحمر اهي، بعد اللحمة تستوي النار عندي كمان شوية الرز اللي احنا هنخلط الرز مع اللحمة اللي هتستوي النار. كمان هنزود شوية مثلا معلقة واحدة من السكر عشان تدي طعم لطيف، وشوية عصير ليمون. تمام، ففي وصفة الرز بتاعتنا عادي الفراخ اللي بتتحمر، واحنا هنزود على فريح شوية الفستق كده هو برضو المعروف احنا في رمضان بنستخدم مكسرات كتيرة جدا، ففي انواع الرز مع المكسرات كتيرة قوي قوي قوي، فده الوصفة مع الفستق. انا هعرف الوصفات مثلا هندي مع الكاجو يعني طعمه حلو جدا، ففي وصفات تانية بيستخدموا اللوز مثلا، لكن الوصفة دي هنستخدم الفستق اهي كده هو. هنوطي شوية نار، هناخد كمان معانا شوية الزبيب اصفر، هناخد شوية زبيب احمر. انا عايزه احلي الزبيب في سخنيه شويه عشان هو يعني دلوقتي ناشف شويه، لما بيفضل الزبيب في النار هو بيطرى، وده اللي احنا عايزينه قبل ما نحط الرز على الفراخ بتاعي. تمام، دلوقتي احنا عايزين نحط توابل. توابل هنحط في الرز بتاعتنا كتير، عندي هنا حبهان، فاحنا هناخد شوية حبهان، عندي هنا شوية بهارات لحمة، وكمان عندي هنا القرنفل، قرنفل مطحون، شوية قرنفل مطحون، ممكن نزود شوية القرفة برضو عشان تدي طعم لطيف، طبعا فلفل اسود. تمام، وطبعا هنحط الملح. تمام، هندي كل حاجه تعليبه. زي ما انتم شايفين الوصفه غيرت لونها عشان خاطر التوابل، فهتشوفوا الرز برضو هتكون مش ابيض، هتكون يعني هتكون لونه يعني بيج كده او بني شويه كده. عندي اللحمه جاهزه للمحشي بتاعتي، فانا احط فيها الرز اهي، ونحلط الرز مع اللحمه على بعضه. تمام، دلوقتي هنرجع للرز بتاعتنا، هنحط الرز عندي تقريبا هنحط كوبايتين رز على الفراخ، هنديله برضو تقريبا عشان نغطي الرز بالزبدة، مش احنا استخدمنا شوية زبدة كويسين كده هوت في الوصفة. فقبل ما نحط المية هنقلب الرز في الزبدة عشان يتغطى بالزبدة. فدلوقتي هناخد شوية مية، نحط المية على الرز يا دوبك عشان المية تغطي الرز بتاعتنا كده. هنقفل الرز ونخلي النار واطيه خالص. كمان قبل ما احنا نبتدي نحشي التفاح بتاعتنا، انا ابتدي معاكم شوربه، برضو شوربه من ايام السلطان في تركيا. هناخد معانا مثلا كوب واحد من ميه،
تمام. هناخد كمان كوبايتين لبن. ونحط اللبن مع المية على النار. او اللبن مع والمية على النار هتغلي. احنا هنحط فيه شوية دي سيمولينا وكمان اللوز مطحون. ده الشوربة برضو معروفة من ايام السلطان في التركية بشوربة اللوز. تمام. فهي شوربة سهلة جدا ما فيهاش فكرة بس يعني طعمها حلوة. نفسي انتوا تدوقوها. تمام. فانا عندي الخليط بتاعتي تقريبا جاهز. الحاجة الوحيدة احنا هنحتاج نحط فيها الخضرة. اني خضرة احنا هنحط فيها؟ هناخد بقدونس ونعناع. هناخد الورق بتاع البقدونس بس وورق بتاع النعناع بس. انتوا ممكن تاخدوا النعناع ناشفه. لكن انا بصراحه دايما بحاول استخدم كل حاجات فريش. يعني لو نجيب باميه نجيبها فريش صح، لو نجيب سبانخ هنحاول نجيبه فريش. فبرضو في نفس الحاجه مع الخضره، يعني برضو هتكون طعمها احلى واقوى في الطعم الوصفه لو الحاجات فريش. تمام. فاحنا دلوقتي هناخد الخضره كلها ونقطعها رفيع خالص، بقدونس مع نعناع. دلوقتي ناخد الخضرة نحطها على اللحمة والرز بتاعتي. الوصفة دي على فكرة ممكن تتعمل من غير لحمة، يعني في ترين، يعني في نفس الطرية المحشي التفاح بس ما عدا اللحمة هنستخدم الرز بس. بس برضو هنزود الخضرة، هنزود التوابل وهنزود الصنوبر كمان. تمام. فاحنا كده كل الحاجات تتخلط على بعضها. هناخد دلوقتي معلقة واحدة من السكر، واحدة بس. تمام. هناخد عصير ليمون. تمام. ودلوقتي هنحلط كل حاجات على بعضها وناخد فورمة الفرن. هندهنها شوية زيت او زبدة زي ما انتوا عايزين، حاجة بسيطة. تمام. هندهنها شوية زيت وبعد كده هناخد تفاحية ونحشيها بالخليط بتاعتنا. هنسيب شوية مكان عشان على الكل التفاحة هنحط حتة زبدة فوقيها كده هوت وهنقفلها. وبعد ما نخلص كل التفاح هنحط شوية مية وهندحل التفاح بتاعتنا في الفرن. احنا هنطلع فاصل دلوقتي وانا احكي لكم هنعمل ايه بالظبط تاني. وبل وانتم مش موجودين هحط كمان السيمولينا واللوز بتاعتي في الشوربه، ولما ترجعوا هنكمل الوصفات بتاعه الحريم السلطاني.